السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم دوشانات اللي ان شاء الله جبت لكم هذه الغريبه الصحيه روعه. كتجي هشيشه لذيذة، النواه كلها هي طبيعيه بدون اي نوع من الدقيق، بدون خمائر او بيكين باودر. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو باش نحضروا، ما نطولش عليكم. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاس ديال الكاوكاو اللي غادي نديرو في البريصه. انا هذه الطريقه اللي كندير. غادي ناخذ هنا واحد تقريبا 200 غرام حتى 250 غرام ديال النخاله ديال القمح اللي غادي نحمرها في شي اناء يكون ثقيل وبشويه علينا باش ما نحرقوهاش. هنا عندي 12 تمره، نص كاس ديال الليمون يعني البرتقال، غادي نطحنوه، غادي نرطبوه اولا وغادي نطحنوه. غادي ناخذ كذلك الكاوكاو اللي حمرته، غادي نطحنو النص مهرمش والنص نطيح نطحنو مزيان. غادي ناخذ عندي هنا نصف كاس معمرش ديال زيت الزيتون، غنحتاج دبس التمر بيكربونات والخل باش غادي نفعلها. غادي نحتاج كذلك معلقه ديال الزبده البلديه ومعلقه ديال الكوك اللي غادي نسم بها هاد الحلوه ديالي. اذا بسم الله على بركه الله، انا غادي ناخذ عندي هنا جوج بيضات بلديين، نضيف القبصه ديال الملح وغادي نضيف هذاك التمر اللي فايت ليا رطبته في البرتقال وطحنته. هنا غادي ناخذ واحد جوج معالق عامرين ديال الدبس، يمكن لكم تعوضوهم بالعسل. بالنسبه للطريقه ديال الدبس غادي يطلع لكم دابا هنا فوق الشاشه. التمر كيعطيها الحلاوه وكيعطيه ديك التهليكه. كنحاول نحل هذاك التمر هكا شويه بيه الفوي. من بعد غادي نزيد هذا الكاوكاو كما قلت لكم، القليل هرمشتو والقليل انا طحنته مزيان. هنا غادي نضيف نصف كاس مع يعني ما كاملش ديال زيت الزيتون. غادي ناخذ واحد الملعقه عامره ديال الزبده البلديه وغادي نجمع المكونات. بالنسبه للحلوه راه كتجي لذيذه بزاف وصحيه 100%. كما وعدتكم غادي نمشي معكم دائما في الاتجاه ديال الصحي. البنات ضروري انكم تبعوا النظام الصحي، راه هاد الوتيره اللي حنا غاديين بها راه ما غاديش تخرجنا. حاولوا انكم ديروا البدائل الصحيه اللي غادي نحطها لكم ان شاء الله في الفيديوهات ديالي. البدائل يعني بديل ديال الزيت، البديل ديال السكر، البدائل جميع البدائل ان شاء الله الا تابعتوني في القناه ديالي راه غادي تلقاو ما يرضيكم ان شاء الله، وغادي تكسبوا الصحه ديالكم بعيدا عن المستحضرات الصناعيه. ديما تنقولها لكم وتنعاودها لكم. هنا كما كتشوفوا ضفت النخاله، ما نكثروش من النخاله، حنا تنضيفوا شويه بشويه حتى كنشوفوا ان الخليط تجمع لينا، ما تجيش مجموعه بزاف باش كتجينا هشيشه. هنا واحد الملعقه صغيره ممسوحه ديال البيكربونات، وباش كنفعلوا هذاك البيكربونات كنزيدوا ليه قطيرات ديال الخل. صافي، هنا الغريبه ديالي ها هي واجده، بقى ليا الا نكورها وغادي نديرها في اللاطه ديالي. كنديروا كويرات متوسطين، وغادي ناخذ هذيك النخاله اللي شاط ليا تقريبا كانت عندي 250 غرام ديال النخاله كما كتشوفوا، تقريبا شط منها واحد الكاس ديال العنبه. تندوزوها في هذه النخاله هذه، وكما لاحظتوا راني ضفت هذيك الملعقه ديال الكوك اللي نسمات لينا، لان كنعرفوا ان الكوك كيتواتى مزيان مع يعني مع الكاوكاو وكذلك النخاله. تنبقى مستمره حتى كنكمل الخليط ديالي كله. هو اذا هنا بعد ما كملت هذيك الغريبه ديالي كلها هي كورتها، كنزوقها هنا بشويه ديال اللوز، وانا كنضغط عليها غير واحد شويه باش تساعدنا انها تشقق. يمكن لكم تزينوها بالكاوكاو على حسب المتوفر عندكم، ولا تخليوها غير هكاك بلا تزين. بالنسبه للطريقه ديال الفرن، راني الفرن انا مسخناه من قبل وانا كنبجد فيها، تيكون على درجه تقريبا 250 الا كان فرن غاز كتكون عاليه شويه. تندخلوها من التحت نعطوها العافيه من الفوق تتشقق، وكنطلعوها الفوق كاي نوع ديال الغريبه. وهذا الشكل ديالها ملي كنخرجوها ولا اروع، صدقوني انها كتجي لذيذه بزاف والحلاوه فيها معقوله. نتمنى ان شاء الله الا عجبتكم هاد الفيديو هذه ما تنسوناش من اللايكات والتشجيعات ديالكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق،
ودائما كنأكد عليكم الأكل الصحي ضروري مرة مرة أننا نحيدوا علينا الزيوت الزبدة، يعني بزاف 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 ديال الكوارث اللي حنا كندخلوها للذات ديالنا. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وغير جربوها على ضمانتي. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، شكرا على التشجيعات ديالكم، والى فيديو قادم بحول الله.